إصدار الثلج بمنطقة صحراوية كالرشيدية أمر غير مألوف. النباتات الشوكية لبست وشاحا أبيضا، وسكان المدينة خرجوا لاقتناص صورة فريدة واللهو في الطبيعة الخلابة التي زاد الثلج رونقا جميلا. المنظر يحلى. إنه لمنظر جميل ويوم استثنائي بمدينة الرشيدية على اعتبار طبيعتها الصحراوية، لم نألف مثل هذه المناظر. دخل الجو ورتنا وليف نكوني الحمد لله، هذا الجو هذا تيفرحنا، و سي لا بروميير فوا بالنسبه لي، انا دوبوي 2005 وانا في الرشيديه، اول مره يعني تنشوف هذه الاجواء الحمد لله، وهاد يعني الطبيعه تكتسي حله بيضاء في عوض ما هي حمراء. اول مره تنشوف هذا الجو، اول مره تنخرج مع العائله وتنشوف هذا المنظر الزوين وكل. التقلبات المناخية التي تعرفها مناطق عديدة من المغرب ساهمت في تنقل كتل سحابية نحو إقليم الرشيدية، الشيء الذي أفرز تساقطات ثلجية بأغلب مدن وقرى الإقليم. جينا باش مع العائلة وهذا باش نشوفوا هذا المنظر، لأن قليل فاش كنشوفوا بحال هذه المناظر في هذه المنطقة بحال هذه. لعبت شوية. كيجاك المنظر ديال الثلج؟ زوين. آخر مرة زارت فيها الثلوج منطقة الرشيدية ترجع لسنة 2005. للإشارة، فمناخ المنطقة شبه صحراوية، بارد شتاء وحار صيفا مع تساقطات قليلة.